بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، متابعي وأحبابي وإخواني. أسأل الله أن يسركم يا رب، والله العظيم أسأل الله يسرك، والله العظيم أحبكم في الله، أقسم بالله إنني أحبكم في الله، أسأل الله يجمعنا بهذا الحب العظيم في رحاب بيت الله الحرام، في رحاب كعبة المشرفة، في رحاب كعبة مكة المكرمة المشرفة، في بيت الله الحرام. لسه طالعين وصلين صلاة العشاء، وبعدين يا إخواننا، وجاء في خاطري قول سيدنا إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إلي. ده في كلمة إيه؟ إخواني في الله، كلمة سيدنا إبراهيم: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس. الصلاة فؤاد تقف بينك وبين الله وتتكلم مع الله، وصلة بينك وبين الله تبارك وتعالى وأنت واقف بالله. فالوقوف في الصلاة تكون بقلبك، واعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فأنت في الصلاة بقلبك مع الله. حتى قال ربي: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع يكون في القلب، ليس في الوجه ولا في اللسان ولا في المنظر. نعم، وهنا إبراهيم عليه السلام يقول: ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس. فجاء في خاطري: أقسم بالله أن ما جاء بهؤلاء إلا الفؤاد. الفؤاد تعبان جدا، وتألم الفؤاد، عشان تجي كل واحد يقول لك: والله أنا مشتاق، والاشتياق ده في القلب. أقسم بالله يا إخوان، والله نفسي أشوف الكعبة على الشيخ، والله العظيم. وإحنا داخلين يا إخواننا مع بعض، السيدات واحدة قاعدة تصور، والله واحدة تقول مش عارفة تقول حاجة: صلى على النبي، صلى على النبي، الله أكبر، الله أكبر. لما رأت الكعبة يا إخوان، أي والله، سأل أول مرة، سأل أي إنسان رأى أول مرة، كاد قلبه أن ينضرب بين ضلوعه، قلب يضرب جدا يا إخواني. فصدق سيدنا إبراهيم وهو يقول: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. ويروى عن السلف الصالح بأن جارية خرجت مع سيدها، الجارية ريحة، والجارية البنت الصغيرة ربما بلغت أو لم تبلغ، خرجت مع سيدها، فكلهم ماشيين في الطريق، تقول: سيدي أوصلنا إلى البيت، سيدي أوصلنا إلى البيت، سيدي. إلى أن وصلت، وكانت مكة مكشوفة والكعبة مرفوعة إخواني، فإذا الجارية قال: لا سيدة، هذا هو بيت الله. فأخذت تجري وتجري وتجري وتجري، ثم ألصقت صدرها في الكعبة، ثم نطقت بالشهادة، ثم ماتت. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. عرف مثابة يعني تأتي فترتوي، ثم تشبع، ثم تعود إلى بيتك، ثم تزداد الشوق فتعود إليه. ثابة رايح جاي يعني، إن شاء الله. فأسأل الله أن يجمعني وإياكم في هذا المكان الطيب المبارك. أسأل الله العظيم أن يقضي حوائجكم، أسأل الله أن يريح قلوبكم، أسأل الله أن يقضي حوائجكم، أسأل أن يبارك فيكم، أسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين، أسأل الله أن يرحم جميع موتى المسلمين. أحبكم في الله، فأحببت أن أشارككم هذه الفرحة، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والحمد لله.